وصاف ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة وصاف ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله عز وجل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه آتاه العقل الوفير وأعطاه عقلا استطاع من خلال هذه النعمة أن يدير شؤون دولته وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه يريده الله تبارك وتعالى. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العقل الوفير فأدى الرسالة بأكمل وجه. من الأمور الملاحظة في عقل النبي عليه الصلاة والسلام ورجاحة عقله أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكسب قلوب جديدي العهد بالإسلام. جاء سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه وكان قد أسلم متأخرا أيام الفتح أو هكذا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورجاحة عقله: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بهذه الكلمة، بهذا العقل الوفير، العقل الذي يتسع للناس، استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجذب قلوب جديدي العهد بالإسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسلم حديثا، ورأى أن هذا الرجل عليه حالة مادية معينة، فقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما بين جبلين، قال لأصحابي: أعطوه كذا وكذا، غنم بين جبلين. فرجع هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل أن يرى ما هي الحاجة، أين موضع الخلل عند هذا الرجل؟ هو بحاجة للمال، نفسه تتوق لشيء من الدنيا، طيب لا حرج، يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويتسع له بعقله العظيم عليه الصلاة والسلام. من رجاحة عقل المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا يشعر الضعيف في مجلسه بضعفه، سواء كان الضعف من ناحية المال أو ناحية الجاه أو ناحية العز. من ذلك أن الضعاف في مجلسه عليه الصلاة والسلام وهم سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وهؤلاء كانوا جالسين فيما بينهم، فرأوا أبا سفيان فقالوا كلمة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يغمزون بأبي سفيان، كانوا يتمنون أن يكون قد أخذ حقه بما أنه كان قد عاد الإسلام وأنه كان قد خاض حروبا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الضعاف، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. من رجاحة عقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كسب قلوب الأعداء فحولهم إلى أصدقاء. ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم من أجل المال، عدي بن حاتم لما أسلم جعله سيدا في قومه، فأعطى هذا غنما بين جبلين، وأمر هذا على قومه، وأرسل ضمام بن ثعلبة وهو رسول من وراءه جعله سيدا على قومه، وهكذا. وبالرجاحة عقل المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه تلافى بعض أخطاء أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنيمة، غنيمة الجعرانة، إذ قال له رجل: يا رسول الله أو يا محمد، اعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رجاحة عقله قال: ويلك، لقد شقيت إن لم أعدل. في رواية أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم فقال: يا اعدل. فقال: وإن لم أعدل فمن يعدل؟ ومن رجاحة النبي عليه الصلاة والسلام ورجاحة عقله أنه لم ينتقم منه، لم يضربه، وإنما أخذ الموقف واستوعبه. آخر قصة أذكرها في رجاحة عقل المصطفى عليه الصلاة والسلام أن رجلا
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ولد لي الليلة غلام أسود. وتعجب هذا الرجل، ليس فيه ليست بشرته سوداء ولا زوجه بشرتها سوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعقله الجبار قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق، أي لونه مختلف؟ قال: بلى. قال: كيف جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، أي هذا الجمل الصغير جاء لبعض أجدادي. قال: وكذلك ولدك لعله نزعه عرق. أكرم بخلق نبي زانه خلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه، هذا نبيك يا بني، فصل وسلم وبارك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبع صاف ما أحلى ما أحلى.